يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دعاء الله عز وجل بما هو من باب الإخبار عن الله، كأن يقول الداعي يا قديم ونحو ذلك؟ لا، القديم ليس من أسماء الله، والله يدعى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بأسمائه، وأما القديم فليس من أسماء الله. نعم، من أسمائه الأول، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر كما جاء في الآية، أما القديم فليس من أسماء الله. نعم، أو تقول يا من هو الأول والظاهر والباطن، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تأتي بالمتعاطفات كما ذكرها الله جل وعلا. نعم.